السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتج أكثر من رائع، لإني حقيقة كنت بحاجة إليه في المنزل. وصلني من موقع بانجود، لنقوم بفتحه ونتعرف عليه. إذا توجد معنا هنا ورقة الصنفرة، ورقة للاستعمال. إذن هذا هو المنتج، عبارة عن حنفية بها فلتر لتصفية المياه من الرواسب. لنتعرف عليه وطريقة توصيله مع الحنفية. إذن هذه هي الحنفية، تأتي بهذا الشكل، ها هي. من هنا يدخل الماء ومن هنا يخرج، وهذا هو الفلتر. نقوم بفتحه لنتعرف على الفلتر الموجود بداخله. فقط نقوم بالتدوير بهذا الشكل، وها هو فتح معنا. هذا هو الفلتر، نقوم بنزعه بهذه الطريقة. هذا هو الفلتر، تأتي معه ورقة الصنفرة كما قلنا، ها هي. في كل مرة لما يضعف الماء تعرف بأن الفلتر جمع الكثير من الرواسب. تقوم فقط بعملية الصنفرة ثم نقوم بإرجاعه إلى مكانه، ها هو بهذا الشكل. ثم ترجع الغطاء عليه. الآن نقوم بدمجهما معا بهذا الشكل، ها هو. تقوم فقط بإيصاله بهذا الشكل، ها هو. ثم تقوم بعملية التدوير، ها هو. هذا هو الشكل النهائي له. بالنسبة لهذه الموصلات، على حسب الحنفية المتواجدة عندك. مثلا نلاحظ هذه الحنفية مقاس 20-21، سواء ذكر أو أنثى تستعمل هذه المقاسات، ها هي. تقوم باستعمال هذه، ذكر مقاس 20-21، تقوم باستعمال هذا المقاس، تقوم بإدخاله هنا وتقوم بتركيب الفلتر عليه. إذا كانت هذا المقاس 15-21، تقوم بتركيب هذه المقاسات. إما إذا كانت هذه المنطقة ملساء، تقوم بتركيب هذه، تقوم فقط بفتحها وإدخالها هنا، ثم تقوم بتركيب هذه القطعة عليها، ها هو بهذا الشكل. هنا هذه الربلات، عندما تريد تركيب هذه القطعة مثلا، أي قطعة في هذه، تقوم فقط بالإتيان بالقطعة، تقوم بوضعها هنا وتقوم بعملية التوصيل، تقوم بتركيبها لكم. هنا الشريط العازل أو الشريط تيفلو الذي يوضع هنا بالجانب لعملية الشد جيدا. سأريكم طريقة التوصيل. نقوم بفتح هذه المنطقة بهذا الشكل، ثم نقوم بوضعها هنا هكذا، ثم نأتي مثلا بهذه القطعة التي قلنا تأتي على هذه، ثم نأتي بالتفلو، نقوم بوضع القليل هنا، ثم نقوم بشد هذه عليه بهذا الشكل، ها هو. ثم نقوم بتوصيل هذه في مكانها، ها هو. بهذا تصبح جاهزة. عندما أقوم بفتح الحنفية يخرج الماء من هنا. عندما نريد الماء الصالح للشرب فقط أقوم بالضغط على هذا الزر، ينقطع الماء على هذه الجهة ويصب الماء من هذا المكان للشرب. لكن للاستعمال العادي عندما تقوم بإطفائها ستشتغل هذه. لنقوم بتوصيله على الماء مباشرة ولنرى كيف يعمل. إذن سنقوم بتوصيله على هذا الجهاز. سأقوم بنزع هذه القطعة أولا، ها هي. ثم نأتي بهذه القطعة، نقوم بإدخالها هكذا، ثم نأتي بهذه الربلة، أقوم بإدخالها داخل هذه القطعة بهذا الشكل، ثم أقوم بتوصيلها بمكانها.
ثم نأتي بالفلتر ونقوم بتوصيله مع الحنفية، ثم نقوم بعملية الشد جيدا. الآن لنجرب فتح الحنفية الرئيسية. ها هو كما تلاحظون هذا المخرج خاص بالماء العادي للاستعمال المنزلي، فنحاول تشغيل جهة الماء الصالح للشرب. لو نلاحظ في البداية خروج أوساخ، وبعد ذلك تصبح المياه صافية. إذن في هذه الجهة الماء الخاص بالاستعمال المنزلي، وهذه الجهة خاص بالماء الصالح للشرب والمصفى عبر الفلتر. سأقوم بإطفائها. إذن لشراء هذا المنتج تجدون رابطه أسفل الفيديو. أما بالنسبة لهذا فهو عبارة عن حنفية وسخان ماء في نفس الوقت، ويظهر لكم رابط شراء أعلى الفيديو. من هذه الجهة يعطينا ماء عادي، ومن هذه الجهة يعطينا ماء ساخن ويسجل لنا درجة حرارة الماء. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.